ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني من الدمام. مساء الخير دكتور محمد. إذا تابعنا سباق فورمولا إي المقافية الدرعية، بداية كيف ترى أهمية هذا السباق من ناحية اقتصادية وكذلك ثقافية وتعزيز دور المملكة العربية السعودية دكتور محمد؟ حياك الله أخوي بدر والأخوة المشاهدين. حقيقة هذه نقلة نوعية ولعلها ثقافة سياحية وليدة جديدة في ليس فقط المملكة العربية السعودية وإنما في منطقة الخليج، فهذه حقيقة ستكون بادرة سياحية تضاف إلى منجزات السعودية العظمى، وأيضا ستعزز من قيمة السياحة اللي ناشدتها رؤية المملكة 2030. أنا أتكلم عن قيمة السياحة من حيث تعزيز الناتج الإجمالي المحلي، فبلا شك هذه ستخلق معها العديد، وأنا متأكد سنلاحظ إن شاء الله وسنشاهد في السنوات القادمة سيكون هناك أبطال في الفورمولا سعوديون إن شاء الله، لأن مثل هذه إنجازات اللي تدخل المملكة العربية السعودية من شأنها أيضا أن تعزز بعض الصناعات وفي قطاعات السياحة، وأيضا تخلق العديد من الفرص الوظيفية المؤقتة ويعني الدائمة. نعم دكتور محمد، نعلم بأن سباق فورمولا إي المقافي الدرعية سيستمر أيضا 10 سنوات مقبلة. هذا الحدث والذي يستمر لعشر سنوات مقبلة بالتأكيد هو يوفر كما علمنا قرابة 600,000 فرصة عمل. كيف ترى أهمية هذا الأمر دكتور محمد؟ جميل، وأنت تتكلم الآن عن 60 بمعدل 60,000 فرصة وظيفية سنوية. بالأمس كان سمو الأمير محمد فعلا هذا الرجل رجل الإنجاز، كان يفتتح اللي هو مدينة الطاقة في الأمس القريب، وستخلق معها 100,000 فرصة وظيفية، وها هي طبعا إضافة حقيقية في الدرعية الآن من شأنها أن تضيف 600,000 فرصة وظيفية خلال 10 سنوات. نتكلم عن 60,000 فرصة وظيفية، ليست الهدف منها مباشرة تكون في مكان الدرعية، وإنما ستعزز عملية اللي هو قطاع الفنادق، قطاع السياحة، المطاعم، ستأتي معها في نتائج إيجابية تنعكس على كل هذه القطاعات. هذا لما نتكلم عن 600,000 فرصة وظيفية، كل هذا طبعا سيعزز قيمة الاقتصاد السعودي، وأيضا سينقل الصورة الحقيقية للشعب السعودي المحب للرياضة المحب للشعوب الأخرى. نعم، دعنا نتوقف هنا دكتور محمد. نعلم بأن الحضور الكبير من قبل الإعلاميين، ونحن نتكلم عن الإعلاميين طبعا هنا الإعلاميين العالميين، كيف يستطيعون برأيك أن ينقلوا الصورة الحقيقية عن المملكة وعن الشعب السعودي المحب طبعا للرياضات بشكل عام من خلال طبعا السباقات الرياضية والأمسيات الثقافية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الحالية والقادمة؟ نعم، هو بلا شك وجودهم والتغطية الإعلامية، لأنها ستصاحبها تغطية إعلامية دولية، فبالتالي عندما أتمنى من وزارة الإعلام وأيضا الإعلاميين المحليين أن يكون هناك نوع من كسر الحواجز والبروتوكولات في التداخل الفكري إذا صح التعبير مع هؤلاء الإعلاميين، بإطلاعهم على الصورة الحقيقية المشرفة للمملكة العربية السعودية ولثقافة وعادات وتقاليد هذا البلد العظيم، فبالتالي مهم جدا أن يأخذونهم في زيارات قصيرة إلى المنازل، إلى أهم الآثار في المملكة العربية السعودية، وأيضا نطلعهم على ما لدينا من إنجازات مثل قطار الرياض الجديد الآن، هذا مهم جدا لأنها قريب منا، أيضا المدن الصناعية الموجودة، مدينة الطاقة الشمسية الموجودة، كل هذه مهمة جدا أن نطلعهم عليهم ونستفيد من هذه المناسبة. تابعنا دكتور محمد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الجنسيات العالمية نشروا على مواقعهم في مواقع السوشيال ميديا بشكل عام فرحتهم بحصولهم على تأشيرة سياحية لحضور هذه الفعالية، فعالية سباق فورمولا إي المقافي الدرعية. هذه الفرحة والتعرف على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، برأيك لماذا هم سعداء للتعرف على ما تكتنزه المملكة العربية السعودية طبعا من تنوع حضاري وثقافي كبير جدا؟
جدا، وهذا حقيقة ما اكتشف يعني المملكة العربية السعودية عندما أنشأت الهيئة العامة للسياحة، هي تعلم جليا بأن احنا عندنا الحمد لله مقومة سياحية في بلد عريق وكبير في المملكة العربية السعودية. فهؤلاء الزوار بلا شك، وأنا أعرف العديد منهم في دول عالمية متنوعة، يتمنى أن يحصل على تأشيرة للدخول، يقول أنا أتمنى أن أجلس على الرمال السعودية الحمراء الجميلة، أشاهد يعني قطيع من الإبل وهي تمر وتعبر. عندهم حقيقة يفتقدون إلى مثل هذه أدق التفاصيل السياحية اللي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وطقسها وبيئتها. فبلا شك أنا متأكد، خصوصا والجو هذه الأيام جو موفق جدا، ممكن أن يخرجون إلى وسط الصحراء، ويكون هناك ما يمثل ثقافة قديمة للمملكة العربية السعودية، وجود خيمة والحبل من حولها، وكل هذه الأجانب يحبونها حقيقة. عندما كنا ندرس في أمريكا وبريطانيا، كان هناك حقيقة تعطش من هؤلاء إلى القدوم إلى المملكة العربية السعودية، والحمد لله الآن فتح الباب لهم من خلال يعني فعاليات عالمية جاذبة. نعم. يستطيعون أن يشاهدون هذه الفعاليات وفي الوقت نفسه يتعرفوا على ثقافة وعادات وتقاليد. نعم. السعودية العظمى. ونشير أيضا دكتور محمد إلى أن الجنادرية سوف تنطلق في أقل من أسبوع، يعني الفعاليات الحالية في المملكة هي ما شاء الله مستمرة ومتنوعة. الجميع لم نعد نتكلم على المنطقة والإقليم فقط، إنما أصبحت هناك إلحاح كبير من قبل الجمهور العالمي لحضور هذه الفعاليات. نعم، وأنا يعني حقيقة جدا أنا متوقع ستكون هناك فعاليات أخرى. احنا كمراقبين وكمحللين اقتصاديين لم نعد نلحق ما لدى سمو الأمير محمد بن سلمان من أفكار ومفاجآت لهذا البلد العظيم. فعلا رجل الإنجاز، الإنجازات تتحدث الآن. والله نحن فخورين في المملكة العربية السعودية، الشباب عندنا في الجامعة، الجامعات كلهم فخورين بهذه الإنجازات. تغيرت نظرتهم، تغير تطلعاتهم، أصبحوا يعني فعلا ينظرون إلى السماء كما يرددها سمو ولي العهد. الحمد لله كنا مسرورين، وسمو ولي العهد أول الحاضرين، والكل حقيقة متعطش من الشعب السعودي أن يكون بجانب سمو الأمير. ولكن نحن في المنطقة الشرقية ما علينا إلا أن نشاهد هذه الفعالية الجميلة. نعم، أشكرك. إذا كان معنا من الدمام الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، شكرا جزيلا لك.